أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن قطاع سباقات الخيل في مملكة البحرين يشهد تطورا مستمرا بفضل المبادرات والمشاريع التطويرية التي ينفذها أبناء الوطن من فريق البحرين بعزيمة واتقان. وأشار سموه إلى أن الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتطوير قطاع سباقات الخيل والفروسية وتعزيز تنافسيته وترسيخ مكانة المملكة على الخارطة الرياضية الدولية لسباقات الخيل هو الركيزة الأساسية لما تم تحقيقه في مسارات تطوير هذا القطاع، وهو الدافع لبذل أقصى الجهود للدفع بقطاع سباقات الخيل نحو مستويات أكثر تقدما للوصول للغايات المنشودة من نجاح واستدامة. وقال سموه إن سباقات الخيل جزء من الرياضات العريقة التي تواصل مملكة البحرين الحفاظ عليها وغرسها في نفوس أجيال الحاضر والمستقبل، وأن استمرار احتضان المملكة لمختلف سباقات الخيل الدولية هو محل اعتزاز ودليل على ما يحظى به قطاع سباقات الخيل من رعاية ودعم مستمر على كافة الأصعدة. جاء ذلك لدى حضور سموه حفظه الله أمس سباق النسخة السادسة من كأس البحرين الدولي للخيل بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين، والذي أقيم على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمشاركة ملاك ومدربين وفرسان وجياد من مختلف الأسطبلات العالمية. وأشار صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد إلى أن ما نشهده اليوم من جهود تنظيمية عالية جاءت نتاج حرص الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل على ترسيخ مكانة البحرين على خارطة السباقات الدولية، كما أنه امتداد للخبرات التي اكتسبتها الكوادر الوطنية الحريصة على إبراز الصورة الأصيلة لمملكة البحرين والتي صنعت من كل تحد فرصة تميز تعلي راية الوطن في مختلف الأفاق بكل طموح ومثابرة، لافتا إلى المشاركة الواسعة في السباق من داخل مملكة البحرين وخارجها وما تميزت به من تنافسية وحماس، مهنيا سموه الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الأشواط ومتمنيا حظا أوفر لبقية المشاركين. من جانبه أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل أنه تحقيقا لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد تتم مواصلة الجهود لتطوير قطاع سباقات الخيل في مملكة البحرين بما يعزز مكانتها كوجهة رياضية جاذبة لأفضل الإسطبلات العالمية، وذلك من خلال رفع مستوى تنظيم واستضافة السباقات الدولية المختلفة وفق أعلى المعايير تحقيقا للأهداف المنشودة. وأضاف سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة أن تنظيم سباق كأس البحرين الدولي في نسخته السادسة يعكس حرص الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل على مواصلة تقديم المستويات العالية من المنافسات العالمية وإثراء قطاع سباقات الخيل بالخبرات المشاركة، مهنئا سموه كافة الفائزين ومعربا عن تمنياته لجميع المشاركين من الاسطبلات والمضمرين والفرسان بالتوفيق في السباقات القادمة. هذا وقد حضر السباق عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى مملكة البحرين وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور كبير من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تفضل صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بتقديم كأس البحرين الدولي إلى السير أليكس فيرغسون مالك الجواد الفائز سبيريت دانسر بعد فوزه للمرة الثانية على التوالي بالمركز الأول في الشوط الثامن والرئيسي الذي أقيم للجياد المستوردة لمسافة 2000 متر، فيما جاء الجواد ليد أرتست في المركز الثاني، تلاه الجواد كاليف في المركز الثالث والجواد ألف ليلة في المركز الرابع،
كما تم تتويج الفائزين بكؤوس بقية أشواط السباق، حيث تسلم سمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة كأس مجلس التنمية الاقتصادية من سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية. كما تسلم سموه كأس شركة بيون من الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة بيون، فيما قدم السيد عيسى كانو عضو مجلس إدارة شركة إبراهيم خليل كانو كأس الشوط الثاني إلى مساعد المضمر الفائز بول سميث. وتسلم سمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة كأس الشوط السابع من السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لشركة بابكو إنرجيز، وكأس الشوط الخامس من السيد خالد تقي رئيس مجلس إدارة طيران الخليج. فيما قدم السيد جوزيف نكاشي المدير الإقليمي لجراند سيكو مركز البحرين للمجوهرات كأس الشوط الرابع إلى المالك الفائز حسن عبد الله، بينما قدم السيد يوسف أسامة بوحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز يوسف طاهر. وكان السباق قد اشتمل على 7 أشواط أقيمت على كؤوس الرعاة الداعمين للسباق الدولي، وهم شركة بابكو إنرجيز وشركة بيون ومجلس التنمية الاقتصادية البحرين وشركة جراند سيكو مركز البحرين للمجوهرات وشركة يوسف بن أحمد كانو لكزس وطيران الخليج.